في مدرستين للتنمر، تنمر تقليدي وتنمر مستحدث. التنمر التقليدي هو يلي متعرف عليه في مختلف الثقافات، بيشمل انك تهين الشخص يلي قدامك بالتأشير على عيب فيه مثل شكل جسمه. التنمر التقليدي ما رح تقدر تستخدمه الا ضد الناس يلي شخصياتهم ضعيفة، لانه لو استخدمته ضد حدا قوي فرح تدخل معه بمشكلة ممكن توصل الى انه يضربك. وبالتالي السلوك هاد ما بيقول عن صاحبه شي غير انه حدا ندل وجبان، يعني نحن مالنا اي علاقة فيه. التنمر المستحدث هي كلمات رح تطلع من تمك وتوصل لإذن ضحيتك بشكل ملتوي. لو الكلمات هدول استهدفوا مكانهم الصح فرح تكون سببت ضرر شدته بتختلف من مجرد ازعاج الى اذى حقيقي. والحلو انه ما رح يقدر يواجهك باغلب الحالات، لانه ما رح يكون في شيء ينمسك عليك اصلا، ولو قدر يواجهك فرح اعلمك كيف تقدر تقلب الطاولة عليه. قبل ما اقلك شو هن اماكن الاستهداف، لازم تكون على علاقة صداقة بالضحية لحتى تقدر تشوف شغلك، ومو لازم تكون قريب بنفس الدرجة تبعية الفيديو يلي فات. الفيديو يلي فات كان لازم تكون جدا قريب منه لحتى تقدر تحلل شخصيته وتستخرج اماكن النقص. انما اللعب هون ما محتاج كل هالحكي، كون رفيقه بس. اماكن الاستهداف هن 4: 1 كبرياءه، 2 شكله، 3 نوع شخصيته، 4 العوز البائس. طبعا الامثله لكل فئه بكتير اكتر من هيك، ولكن استراتيجيات الهجوم متشابهه، فما رح تحتاج تسمع كلام اكتر من يلي رح اقلك اياه بعد كم السيناريوهات يلي رح اعطيك اياهن. الفئه الاولى كبرياءه. 1 مقتنياته. انك تبني كبرياء ناتج عن مقتنياتك شي لازم تتعقب عليه قولا واحدا، بس انها توصل معك بانك تبنيها على اساس مقتنيات شاريه من مصرات ابوك، بعتذر بس ما رح اقدر اشوفك قدامي من غير ما ضايقك. لنفترض ضحيتك بلش يسوق سيارة، من هون يا اما رح تكون سيارة جديدة اشتراها يا اما رح تكون سيارة ابوه وهلأ لسمح له يسوقها. لو كانت سيارة ابوه كل ما تجيب سيارتها قول سيارة ابوك، يعني لو عاد عليك ياخدك من بيتك من قبل ما تسلم عليه قل له ما كانه سيارة ابوك محتاجة تنغسل. لو واقفين انت هو ورفقاتكم عم تتفقوا على طلع بالايام يلي جاية قل له شو رأيك نطلع على 4، سيارة ابوك رح تكون معك مو هيك؟ باي مناسبة حاش كلمة سيارة ابوك، ويا سلام لو عملت هذا الشيء قدام ناس جدد هو عم يحاول يقرب منهم. ولما يواجهك ويعبر لك عن مدى انزعاجه قل له ليش شو يلي بداية؟ انا بس بحب اكون دقيق بكلامي وانت بتعرف هذا الشيء عني. اذا قفل على السيرة ضل عم تعذبه بنفس التكنيك لبين ما يواجهك مرة تانية. ساعتها قل له ماشي خلص براحتك سيارتك لا تزعل. وفي المرة الجاية وللمرة الأخيرة قل له مثلا شوفي وراك يوم الخميس تنزل سوا على وسط البلد حتجيب سيارة أبوك معك. قصدي سيارتك. معلش والله نسيت. ومن بعد هاي بدور على مكان تاني وجعه وعين عليه، بس أشكر انه رح يضل فيك اصلا بعد هالحكي كله. انما لو كان اشترى السيارة اول ما يورجيك اياها انظر له بتمعن مع شوية استياء شوي لا تفور وقل له يا زلمة عاجبك لونها؟ رح اقول لك ليه مالها؟ قل له ما لو كنت جايبها سودا كانت رح تكون فخمة، غير انه لونها نص البلد ماشيين بنفس اللون، بكل شيء انت متميز الا على السيارة جيت تقلد الناس. وكل ما تعدوا من جنب سيارة من نفس النوع ويكون لونها عكس لون سيارة ضحيتك قل له ليك ليك بشرفك طلع طلع يا الله ما أفخمة. ما لو جبت نفس هذا اللون حرام عليك والله. 2 المتعفف. ان وضعك المادي يكون سيء شي ما بيهمني، وانك تدفن حالك باوهام بتقول انه السعادة ليست في المال وطلع قديش في اغنياء مكتئبين وقديش في اغنياء انتحروا الخ 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 كمان شي ما بيهمني. بس انك تصرعني بهالاحاديث والسير ليل ونهار يبقى لازم تاكل كف لحتى تصحى من الاوهام هاي. الانسان هاد كبرياءه مبني على شغلتين: 1 شعوره بالتميز عن من حوله بسبب الرضا تبعه عن نصيبه في الدنيا، 2 اعتقاده بانه له مكانة خاصة عند ربه لانه عايش دور الشخص الورع يلي ما بيأذي وما بيظلم حدا. فلازم تورجيه 1 انه يلي هو فيه ما هو الا بسبب قلة حيلته، ولانه انسان بليد وكسول ولما يجادلك بقديش ظروفه صعبة احكي له عرفيقك مازن يلي ظروفه كانت اصعب من ظروف ضحيتك بألف مرة، بس اشتغل على حاله ووصل حطه بمقارنة معه قل له الزلمة ما عنده مخ زيادة عنك بس لا تتضايق من كلامي انت قليل حيلة. 2 قل له حاجة تضحك حالك وطلع من هالدور بقى، ما تعرف انه المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أنت برأيك أنت مؤمن قوي وأنت قليل حيلة بهذا الشكل؟ إذا بتقول إيه بتكون عم تضحك على حالك. بعد هالكلام بضمن لك رح يبطل يتمسكن قدامك. 3 لاعب كمال الأجسام. لاعبين كمال الأجسام هن أكتر ناس حساسين حول التغيرات يلي بتصيب أجسامهم، مهما كانت طفيفة هن شايفينها ومقتنعين إنه الناس اللي حواليهم كمان شايفينهم، خصوصاً النوعين يلي جايين، يلي بديان وهو نحيف، يلي بديان وهو ملزلز. يلي بديان وهو نحيف ما سألت حالك ليش بيرتعب من فكرة التنشيف؟ لأنه عنده خوف إنه يخسر الكتلة يلي اكتسبها ويرجع للمراهق النحيف يلي كان عليه. ويلي بديان هو ملزلز كمان بيرتعب ولكن من فكرة التضخيم، خوفاً يرجع يسمن مثل الأول. فكل يلي رح انت تعمله هو انك تعلق تعليقات من نوع دراعاتك نحفانين ليش هيك صاير فيك، او
وشك سمنان، شو شكلك مخربط بالأكل آخر فترة؟ ولحتى تقوي أثر كلامك عليهم، خلي رفقاتك يعلقوا على نفس الأماكن هاي بأوقات تانية، وأحسن وقت تستهدف ضحاياك فيهم هو أكتر وقت بيكونوا مشغولين فيه، لأنه هذا أكتر وقت ما رح يكونوا ملتزمين فيه بالأكل والتدريب، فهجماتك رح يكون لها مفعول أكبر. 4. رفيقك يلي مصاحب جديد. رفيقك يلي صار ينشغل عنك بسبب حبيبته لازم تفرك له ودنه. مبدئيا نحط النقط على الحروف. أكتر شي بخلي الشباب مهووسين بفكرة إنهم يصاحبوا بنت كتير حلوة هي القيمة الاجتماعية يلي رح يكتسبوها من خلالها. حرفيا إنك تصاحب بنت كتير حلوة ما حدا قدران يحكي معها كفيل يرفع لك قيمتك الاجتماعية أكتر من إنك تشتري سيارة. فمن هالنقطة حبيبة رفيقك يا ما رح تكون عادية يا ما رح تكون حلوة. في الحالة الأولى بعد ما يورجيك صورتها في كتير شغلات ممكن تقولها. 1. قال له والله حلو فيك انك ما بتهتم بالمظاهر، انا ما فيني اعمل هيك. ولما قال لك مش فاهم تقصد ايه، قال له لا لا ولا شيء، بس انا مانك سطحي مثل باقي الشباب. او بتقدر تضحك كالتالي وتقول اوه ما لقيت احلى منها، بقص ايدي اذا انت مو اول شاب يرضى يحكي معه ويصاحبها. من هون رده ما رح يطلع من ردين، يا ما رح يقول لك وايه يعني، قال له لا لا ولا شيء، اصلا اريح لك انك تصاحب بنت ما عليها زحمه يعني ما عندها خيارات، يا اما رح يغلط غلطه عمره ويقول لك لا على فكره دي كانت مصاحبه قبل كده. فهون قال له يعني انت بتعرف هذا الشيء عنا وما عندك مشكلة؟ لو قال لك مش فاهم فيها ايه يعني، ضل عم طلع في عيونها لثانيتين وخليت امك يكون مفتوح شوي وحواجبك مرفوعين، وبعدها قال له لا براحتك انا ما بحكم على حدا، وتركه لحاله يفسر قصدك. انما لو بقى حبيبته كانت عن جد حلوة لازم تفوت له من باب تاني. اول شي لازم تعمله هو انك تورجي انه هالتايب من البنات بتشوفها غير جذاب. يعني لو كانت قصيره ومحجبه قل له يا زلمه كيف تنجذب للبنات القصيرات، لا ولابسه حجاب كمان بحييك على ذوقك. لو كانت طويله قول نفس الكلام. لو كانت لابسه سبور قل له ليك 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 شو لابسه، ابوها كيف بيسمح لك تطلع هيك من البيت، ما عنده اخوه. بس انتبه ممكن ياخد كلامك هاد على صدره وينفعل عليك، فساعتها قل له خلص 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 لا تعصب اهدى ولا كاني حكيت شيء. 5. صاحب الانجازات. صاحب الانجازات على الاغلب يا اما رح يكون بين كبرياء او على الكليه يلي هو فيها او على المهنه تبعيته. بالنسبه للكليه فكلامنا على كليات القمه. لو واحد لسه مخلص ثالثه ثانوي وفايت طب اسنان لما يقول لك شو صار معه ويستنى منك تعطيه التعظيم وتقول له انت جامد فشخ، حط ايدك على فخده وميل عليه وقول له مع ابتسامة ساخرة طبعا اعترف كان بدك تفوت بشري ومجموعك ما جاب، يا خسارة والله الطبيب هيبته غير. لو هو في طب بشري فما رح تقدر تقارنه بكلية تانية لانها تعتبر اعلى شيء، فشو رح تعمل؟ ضل عم تشكيله من اعراض وهمية انت بتعاني منها وتسأل عن التشخيص، وكل ما يقول لك ما بعرف قل له لك اشتهيت مرة اسألك على شيء تعرف تجاوب مثل عادة والخلق، لك شو عم يدرسوك انت؟ شو عم يدرسوك؟ لو تشوف ابن عمي لسه بسنة تانية ما في مرة سألته على شيء ولا قال لي التشخيص الصح. وطبعا لو كان بجامعة خاصة ورجيه انه فات بمصاري ابوه وانه هو ما عمل انجاز. انما لو كان فايت جامعة حكومية مثل جامعة حلوان مثلا استهزأ بجامعته وقال له الطب الحقيقي بجامعة عين شمس. انما بقى لو كان في عين شمس فاسلحتك راح تكون نفذت، بس يوم ما تكون نفذت على الاقل جدا ورجي انك مانك مندهش ومانك شايفه انجاز، وسببك لازم يكون جاهز. يعني قل له والله انك غبي، يعني جايب مجموعة تدرس فيه برمجة واخترت طب من كل عقلك، مانك شايف التكنولوجيا لوين رايحة، ما في تفكير بخمسة جنيه. تنويه كتير مهم، طريقة ونبرة كلامك هون ما بتقل اهمية عن الكلام نفسه، لانه لو قلتهم بنبرة خاطئة فيها شوية حتى لو شوية انفعال او غضب رح يعرف انك غيران منه. بس قول الكلام وانت هادئ ومبتسم ومن باب انك رفيقه وعم تتمنى له طريق احسن من يلي هو فيه ومفعولك رح يوصله. بالنسبة للمهنة بدك تتبع نفس الاسلوب. لو هو مهندس كمبيوتر قل له ليش من الاول ما فتت هندسة عمارة، والله هالناس قيمتهم غير. لو هو دكتور نفسي متخرج من كلية اداب قل له شو بيسموك انت، ممارس علم نفس؟ رح يقول لك لا دكتور. قل له كيف دكتور، دكتور بكون متخرج من كلية الطب مو من اداب. وطبعا الترياق المضاد هو انك ما تعير كلامه اي انتباه وتحكي له فورا عن انجازاتك انت الافخم من انجازاته. ولو هو قريب منك كفاية بانه يعرف لو كلامك كذب او صدق فلا تحكي عن انجازاتك، احكي عن انجازات ابن عمك. يعني لو رفيقك كان معالج نفسي بين قوسين متخرج من كلية الطب قارنه بابن عمك جراح الصدرية يلي كان بده يختص طب نفسي بس لقاها مو مستاهلة ومصراتها كتير قليلة. هو رح يشوفك انسان كتير ويض بس رح يكون متضايق، وهذا هو المهم. الفئة الثانية شكله. 1. السمين. ما في شيء في الحياة ممكن يخلي شاب انسكيور قد الدهون المتراكمة بجسمه. السمين في مجتمعنا هو أكتر حدا معيوب. في كذا تكنيك ممكن توظفهم لحتى تضايقه. 1. لما تكونوا قاعدين سوا قل له صار لازم أنزل من وزني يا زلمة، بلشت أتعقد من شكلي، وشد كنزتك ومساك دهون خصرك وقل له شوف، وبس يقول لك امال لو شفت اللي عندي، قل له يا حبيبي شو بدك يعني استنى لاصير مثلك. 2. تقدر تعبر عن مدى كرهك للبنات السمان، ولما يقول لك ليش قل له غير انه منظرهم ما له اي علاقه في البنات، بس تخيل لما نجي نقعد في الباص بدها تعدي بين الناس في الزحمه وتخبط بهاد وتخبط بهذاك، والله بتجيب لي العار يا زلمه. 3. القصير.
مو صدفة انه فئة كبيرة من الناس اللي بشوفهم في صالات الحديد قصار القامع الشائعة في المجتمع بتقول انه الحديد بيأثر، بس الحقيقة مو هيك. الحقيقة الشخص الأصيل بشوف حاله صغير، بشوف حاله مهدد أكتر ما يكون مهدد، فبيرقد على أقرب جيم من بيته لحتى حجمه يكبر. دورك بقى انك تذكره انه مهما كسب كتلة عضلية في الاخر حقيقة انه قصير ما تغيرت. لما تكونوا سوا اسأله قديش طولك، لما يقلك شمعنا قله هداك اليوم انا وسارة كنا منتراهن انك من غير الجزمة ما بتوصل ل 166 سنتي، ولما يسألك شو جاب هالسيرة بيناتكن قله ما بعرف هي اللي فتحتها. 2 احكي له عن رفيقتك يلي قديش صغرت في عينك لما قالت لك انها كانت متعرفه على واحد وكانت عم ترسم عليه انها على اساس معجبه فيه وهيك بس لحتى يغششها في الامتحانات ويقضي مشاوير عنا، وانه لما انت سالتها شو يعني ما كنت بتحبيه قالت لك احي انا احب واحد قصير يا ابني ده طوله 170 سنتي، وقعدت تضحك هي ورفقاتها. 3 الطويل، الشاب الطويل كتير صعب انك تستخدم طوله ضده لانه الطول ميزه كتير كبيره في الشاب، انما لو الطول هاد كان في بنت فما في شيء في الحياه كلياتها رح يكون اسهل من تعذيبها. مبدئيا البنات الطوال بيحسوا انهم فقيرات انوثه، فلما تكونوا سوا اقترح عليها انها تلعب باور ليفتنج، ولما تسالك يعني ايه باور ليفتنج ورجيها صور لاكثر ناس شكلهم رجالي بهذا العالم وعلق وقول الرياضه هي كتير مناسبه لبنيتك. سالها اخر مره كانت عم ديت حدا كان امتى، قبل ما تجاوب فورا قول اكيد كان اطول منك صح، رح تقلك شمعنا يعني الا بتعرفي الشباب كتير سطحيين اي بنت تكون اطول منهم بيقولوا على منظره مسترجله. 4 النحيف، اكثر منطقه النحيف بيكون متعقد منها في جسمه هي دراعاته، لما تكون معه اقول له شمر هيك بدي اشوف الفرق وقيس حجم دراعك مقارنه بحجم دراعه وندهر فيكن التالت وقول ياسر تعال شوف وانت عم تضحك وبس يواجهك قل له شبك يا زلمه ما بصير امزح معك كثير تعاملك صاير خرا، خلي اي حدا من الواتساب عندك يبعث لك مسج مثل هيك وروح اعمل له فورورد لعنده. لما يقول لك ايه ده قل له واحدة رفيقتي كانت عم تقلي بدي ارتبط ولما قلت لها شو رايك بي انس راحت هيك قالت بنت الحرام، ولما يزن عليك لحتى يعرف مين البنت قل له لا ما بقدر اقول انت بتعرف كويس اني ما بوصل كلام، ولو كنتوا انتوا الاثنين من ضمن شله بتقدر تعلق على صور بصور مثل هاي او تاخذ صوره اولى وتنزلها على جروب له علاقه بالفتنس وتكتب كابشن مثل هيك وتستنى البوست ينطبخ بعدها خد اللينك تبعه وبعته على جروب الشات تبعكم. 5 البشع، البنات البشعات نوعين، نوع بيكونوا كثير طيبات وهدول ما بدك تعمل لهم شيء، ونوع بالرغم من بشاعتهم حياتهم تبقى مليانة رفقة وتأثير هالشي عليها بينسيها لفترة مؤقتة بشاعتها وبتصير تعمل فيها البنت الكول وبتسوق بهذا المود. مهمتك انك تذكرها بالحقيقة يلي هي عم تحاول تغطي عليها. سألها مواصفات شبه أحلامها وقصت لك الليست تبعيتها إلا شوفي انا ما بدي اعمل فيها خبير عن النفس بس غلط كتير انك تحطي طموحات عالية مثل هيك، لانه نكون صريحين مع بعض بعمرك ما رح ترتبطي بهيك شاب. ولما تقلك مش فاهمة ليه انا ناقصني ان شاء الله الا ما ناقصك شي بس المفروض كل واحد يحلم على قده، انت مثل اختي وعن جد سلامتك النفسية بتهمني. لو بعمرها سألتك انا حلوة الا بتحبي اقيمك من 1 ل 10 رح تقلك اه قيمني الا اوريدي مقيمك بس بدي اعرف رأيك انت بحالك الاول، لو قالت لك رقم عالي بعتلها ايموجي عم يضحك، لو قالت لك رقم واطي الا صح نفس الرقم يلي في بالي. لو رقم وسط بتقدر تعمل شغلتين، الشغلة الاولانية انك تقلها 6 ما بعرف صراحة انا واحدة مثل ميرنا بعطيها 6، رح تقلك امال انا كم يعني الا يعني 6. تاني شغلة بعد ما تقلك 6 الا ايه بتوصل الى 6 لو انحفتي، ولو بدك تعاقبها اكتر اشر على شيء هي ما بتقدر تغيره، ولو واجهتك بعد اخر وحدة الا الحق علي يعني بكون صريح معك انت فعلا ما بتقدري هاي الخصلة برفقاتك. الفئة الثالثة نمط شخصيته، 1 المتعطش للانتباه، كل ما يحكي لك عن شيء لحتى يبين نفسه انه الشاب الواو فرود ظهرك وطلع فيه تعبير وش ثابته وصفق، حكى لك عن البنت يلي مصاحبك كيف هي عم تغسله هدايا وهو مو معبره صفق له، حكى لك كيف قدر يضحك على الناس ويعدي من دور مزدحم صفق له، اي شيء بيقوله لحتى يحصد انتباهك او انتباهكم كرفقه صفق له. بعد ما يكون خلص حدث هو فخور فيه اكيد اول ما يشوفكم انت ورفقاته رح يصير يصرعكم باللي هو عمله، مهمتك انك تخطف الاضواء منه بقصه اكثر تشويقا واثاره، يعني مثلا لو هو ملاكم وكان عنده بطوله وفاز اول ما تتقابلوا احكي له كيف هداك اليوم دخل حرامي على البنايه تبعيتكم وتفاصيل مسكه وضربه وتسليمه للشرطه. 2 الكيوت، الوحيدين يلي مسمح لهم يتصرفوا بشكل كيوت هن الاطفال والاطفال الاناث بس، جريمه لو بنت كبيره تصرفت بهذا الشكل وجريمه اكبر لو رفيقك الشاب كان بيتصرف هيك، مثل انه يتصور بهي الاوضاع انت كل يلي رح تعمله هو انك تعطيه المعامله المناسبه للشخصيه يلي هو متقمصها، كل ما يعمل اي تصرف بده يبان كيوت من خلاله قل له كيوت تقبرني مع احلاك ومسد له شعره، ساله لو بدي صير كيوت مثلك شو اعمل؟ طالع موبايلك وشغل فيديو وعينه عليه وقول له يلا صير كيوت، او انده على حدا ثالث وقول له لرفيقك ورجي كيف تقدر تصير كيوت والله. 3 المتردد،
لو في أي نمط شخصية قريب للوسواس القهري فهنا الناس اللي بيترددوا. التسلاية فيهم ما يمحتاجة أي جهد لأنه أوريدي أصغر كلمة قادرة أنها تهزلن رأيهم. أي شيء هالناس بيفكروا أنهم يشتروا بياخدوا وقت كبير لبين ما يقارنوا ويشتروا أهاليهم ويشتروا رفقاتهم وفي الآخر ليقرروا. فنفترض أن رفيقك اشترى جاكيت جينز مثلا، أول ما تشوفه قل له لك ليش نزلت جبته لوحدك؟ ليه ما اخذتني معك؟ يا زلمة لو كنت جايب اللون أغمق من هاد بشوي كان رح يطلع بيشل عليك. لا تقول له لو كنت جايب لون تاني أو نوع جاكيت تاني، كل ما الفرق كان بتفصيلة صغيرة مثل درجة اللون نفسه كل ما خليته يفكر ويجلد حاله أكتر. وبتقدر تطعم بيلي هو شاريه بأي كلمة سواء حقيقية أو لا، هو رح يصدقها. يعني لو كان جايب سوارة إيد قله مش فاشي، بس لو جايب واحدة تكون حلقاتها أسمك خصوصا أنت سعدها كبير كانت هديك رح تلبق أكتر. بس يلا يعني مثل ما قلتلك ما يسيئة. 4. متصنع الهيبة. لحتى تستوعب هذا النمط كويس لازم تفهم شو فايدة الهيبة. الهيبة بتخلي الناس تتجنب انها تغلط بصاحبها بالمزح وبرا المزح. فلما في شاب تعب من معاملة الناس له بيلجأ لانه يطور هالة من الهيبة يحط حاله جواته لحتى هي تمنع اي هجوم عليه. هلا بعيد على انه هو عم يطور هالة من الضحك مو هالة من الهيبة، مفكر اذا صار يلبس الوان غام او يمشي ببطء ويحكي بطريقة معينة رح يصير مهيوب. بس اي شخص يبحث عن الهيبة هو حدا ضعيف ما بيقدر يواجه، لذلك بده يكون مهيوب لحتى ما يضطر يواجه في المقام الاول. انما الشخص الواثق بنفسه بيتعامل مع الناس مثل ما مشاعره من جوا بتقوده، ما انه محتاج لانه يزيف اي شيء وبيرحب باي هجوم باي وقت لانه بيعرف اي حدا رح يهاجمه رح تتم مواجهته فورا. ففينا هذا مشكلته في المواجهه، يعني وجب عليك انك تطالع على المسرح وتختبر متانه شخصيته. لما تكونوا واقفين انتوا الاثنين بين مجموعه قلل منه تحت مسمى المزاح، وطبعا كل ما قللت منه قدام ناس هو مهتم بصورته بذهنهم كل ما ضربتك كانت اقوى. يعني مثلا علق على اي شيء هو لابسه قل له كنزتك من وين جايبه، بس يقول لك المكان قل له حلوه ناقصني مساحه لسيارتي. ويا سلام لو متفق مع حدا ولا اثنين انهم يضحكوا. غير هيك عجلا ام اجلا الا ما هو يمر بموقف تنهز فيه كرامته، مهمتك بعد ما الموقف يعدي انك تكبره في عيونه وتورجيه انه كرامته انتسفت نسف. لو مثلا كنتوا في امتحان وفي مراقب حكى معه بطريقه شديده وهدده يسحب ورقته، بس تخلصوا الامتحان احكي له كيف كل الناس كانوا عم يطلعوا عليه وسبوا للمراقب انه كيف بيرضى يهين حدا من الطلبه بهذا الشكل وانه الطريقه اللي حكى فيها ما كانت طريقه ابدا. ومجددا كل ما ورجيته انه في ناس هو مكترث لصورته بذهنه حضر الموقف من اوله لاخره كل ما ضربتك كانت بتوجع اكثر. 5. يلي فهمان الدنيا. يلي فهمان الدنيا نوعين، نوع فعلا فهمان الدنيا وهذا لازم تقدر وجوده في حياتك وتحاول قد ما فيك تستشيره وتاخذ من خبرته، ونوع بيدعي انه فهمان الدنيا ومقطع السمكه وديلها وهو ما في اي احداث في حياته لا بالماضي ولا بالحاضر. ويا ريت بيسكت على هيك، لا لازم يسرعك 24 ساعه بنصائحه وتعليقاته على حياتك. هالشخص كثير كذاب، فبكل مره استراتيجيتك لازم تكون كالتالي: 1. تكشف الكذب تبعه، او على الاقل الادله الاقوى يلي بتدينه بالكذب تكون بايدك انت، وبعد ما توصل لهالنقطه 2. تتمسخر عليه وتواجهه بالحقيقه. اكثر شيء هالنمط رح يكذب فيه هو قصصه مع البنات، كتير بيعمل حاله الشاب يلي ما في منه 2 يلي ما في بنت لو بيقدر يروح يحكي معه ويزبطه، فأي قصة بيحكي لك ياها ضل ورا ضل ورا ورمي له عقبات في طريقه لبين ما يقول كلام مو منطقي، ومن هون تقدر تقفل الخطوة الأولى. مثال حقيقي مع تغيير الأسامي: أمير وبهاء 2 رفقة مع بعض بنفس الدفعة، وفي بنت معهم اسمها تالا. أمير كتير معجب بتالا ويصادف إنه هي تكون مفروزة قبل هيك ببحث جماعي مع بهاء وكذا واحد. مرة بقى أمير وبهاء كانوا قاعدين سوا، أمير جاب سيرة تالا، فبهاء صار يقول إنه أنا وهي آخر فترة كتير مقربين من بعض ومقضينا هزار وضحك في الشات وعم نحكي 24 ساعة، مع العلم إنه ولا مرة أمير شافهم هن الاثنين سوا في الجامعة، وكذا مرة يعدوا من جنب بعض، تالا تكون مع رفقاتها ما تسلم عليه أصلاً. يعني أمير بيعرف إنه بهاء عم يأبدي أعراض المتلازمة تبعيته، يلي ما بصير يقعدوا سوا مرة واحدة من غير ما الأعراض هي تبان. المهم أمير قال له ورجيني شات الواتس، فبهاء فات على الشات تبعه وكان فاضي، وقال: آه صح أنا الواتس عندي مسح كل المحادثات في آخر تحديث. فراح أمير بعد مسج لبهاء، وبنفس اللحظة يلي نوتيفيكيشن المسج ظهرت على موبايله كان أمير كابس عليه موديه على الجات تبعهم ويلي طبعا كان مليان مثل ما هو. فراح أمير قال له: قلت لي ممسوح مو هيك؟ فبهاء قعد يحور ويجيبه يمين وشمال ويلاقي الموضوع لسه مو ظابط، فبالاخر قال له: يا عم وانا اكذب عليك ليه؟ فأمير قال له: لا لا كذب شو لا سمح الله، صادق صادق انت صادق، ورجع يضحك عليه. بتقدر لحد هون تكتفي وبتكون فركت له ابن فركه محترمه، بس لو بدك تزود العيار كنت بتكمل لنقطه 2 وتقول له: عادي انا متعود، ما احنا كل مره بنقعد فيها مع بعض بتضل تالف قصص وتختلق تجارب بمخيلتك، فكرك انا مصدق يعني؟ انا بس باخذك على قد عقلك لحتى امشي القعده. تنبيه: لا تحط رجلك على الخطوة رقم 2 إلا لو كنت فعلا مستعد تخسره، لأنه 100% رح يزعل منك ويتقمص. وبالعقبات يلي ذكرت لك ياها هي أنك تعطيه معلومات متعارضة مع المعلومات يلي هو عم يعطيك ياها. يعني لو قال لك: يوم الخميس يلي فات طلعت ديت مع بنت عرفتها من تندر، اسأله كل الأسئلة يلي بتخطر على بالك، قل له: وين رحتوا؟ شو سويتوا؟ من أي ساعة لأي ساعة؟ بشو كنتوا عم تحكوا؟
كل شيء إلا إذا كان كاذب محترف ومحضر كل كلامه فراح يتفشكل من كتر التفاصيل. إنما بقى لو كان ذكي فهون بيجي دور العقبات المزيفة. يعني لو قال لك رحنا أنا وهي قعدنا في ماكل وصاد الجامعة الأمريكية للخميس، راح لك آه شمعنا؟ قال له ما كان مسكر الخميس والجمعة لأنه عم يعمل صيانة في الديكور تبعه. فياما راح يقول لك لا لا أنا أقصد ماك تاني مش دوت. وهون لازم تحاصره وتقول له أنت قلت لي الموقع بالضبط، مش الحال بين كذبك. أو راح يقول لك لا هما كانوا منعين أنت تقعد عندهم إنما التيكاوي شغال. هون بقى لازم تقول له الحقيقة، لازم تقول له إنك كنت شاكك انه عم يألف قصص مثل كل مرة وحبيت تختبره وما كان عم يعمل اصلاحات ولا شيء، ولسه انت ذات نفسك كنت مع رفيقك هنيك وبيوم الخميس كمان، ها شو رأيك؟ الفئة الرابعة العوز البائس. واحد العوز البائس لحبيبه، انه يكون في شاب رح يموت ويصاحب بنت بس ما انه قدران يعمل هذا الشيء. الامر هذا بيرجع لسبب من اثنين، يا اما هو مؤمن البنات كتير بيهتموا بشيء هذا الشيء هو ما عنده، يا اما بسبب ايمانه بانه مهاراته الاجتماعيه في الارض وبالتالي ما عنده المقدره على انه يتعرف على بنت جديده ويقود محادثه معه ويقدر يخليها تستمتع بوقتها. في الحاله الاولى مهمتك تقتصر على انك تخليه امن بفكرته اكثر واكثر وتضاعف اثره عليه. يعني لو كان هذا الشيء هو المصاري قل له قديش البنات سطحيات، احكي له على ابن عمك قبل كم سنه كيف ما كان في ولا بنت معبرته بس اول ما اخوه سافر امريكا وصار يبعث له مصاري من هنيك حياته كلها قلبت وكل اسبوع ماشي مع بنت شكل. لو كان هذا الشيء هو شكل الوجه ورجيه كيف البنت بدها احلى واحد لحتى تشوف حالها فيها رفقاتها. قلو يعني بشرفك هل ممكن لاميا تشوف حالها رفقاتها لو صاحبتك انت؟ رح يقلك ده على اساس ان انت اللي جاستن بيبر يعني. قلو لك ما قصدي اهاجمك انا بس عم بورجيك الفكرة. انما في الحالة التانية احكي له على حدا هو بيعرفه ويا حبذا لو كان بيكرهه وقلو السبت يلي فات شفته ماشي مع بنت قسما بالله يمكن احلى بنت بشوفها في كل حياتي، ولو تشوف كيف كانت لافه دراعه وساندي راسها على كتفه وهن عم يمشوا. لو قال لك ايه اللي حببها فيه قال له هو كتير شخصيته جريئه مو طبيعي قديش شاطر مع البنات. وطبعا سواء في الحاله الاولى والثانيه خده وطلعوا على مكان يكون محشى كابلز وخليه يشوف كيف كل الناس عم يعيشوا الحياه اللي بده اياها هو ما قدران يحصل عليها. 2 العوز البائس للنقود. رفيقك اللي رح يموت ويكون بجيبه قرشين هو بده هالقرشين لحتى يشتري شغلات معينة، هالشغلات رح توصله لشي هو بيحلم فيه. يعني في واحد بده مصاري لحتى يشتري كل لبسه من براندات ويبلش ينخرط في عالم الموديلينج، واحد تاني بده مصاري لحتى يصرفن على آلات موسيقية فخمة يقدر من خلالهم يشتغل مع فرقة معروفة. فانت لازم تعرف رفيقك ليش بده المصاري في حياته. لو مثلا بده المصاري لحتى يبني جسم ورجيه صورة لجسم ابن خالتك وقول له تعرف قد ايه صار له بيلعب حديد؟ اي رقم بيقلك يا اقسمه على 2. قل له بس تعرف كيف صار هيك؟ هداك اليوم كنت عنده في البيت لو تشوف رف المكملات يلي عنده اياه، والله العظيم ما في شي بيخطر عبالك الا وعنده اياه، بروتين على كرياتين على مالتي فيتامين على جلوتامين على امينو اسيد وكله من مسلتك. ولا مع انه هو ما بيبذل هالمجهود الجبار في الجيم، هداك اليوم نزلنا نحن الاثنين نتمرن في الجيم يلي هو فيه، بتعرف تمرينته قديش تاخذ وقت؟ يا دوب سخنا وتمرنا ما اخذ الموضوع نص ساعة على بعضه، بس المكملات هي اللي دفشته هالدفشة. وطبعا بتقدر تخليه يحس بالاحباط اكثر ما هو اوريدي حاسس. يعني لو كان كلية تجارة احكي له عن كذا واحد من رفقاتك كيف تخرجوا بمعدل امتياز ومع ذلك ما لهم لاقين شغل، ولما واحد منهم فكر يحط واسطه لحتى يشتغل في بنك طلب منه مبلغ خيالي، وفي الاخر قال له بس لا تخاف انت وضعك غير. راح يقول لك غير ازاي بقى؟ قال لك غير وبس لا تسال، عم بحاول اعطيك شويه طاقه ايجابيه يا زلمه، اشتراكك بقناتي واعجابك بالفيديو تبعي راح يساعدني فلا تتردد انك تعمل هيك لو الفيديو عجبك.